جامعة الدول العربية طبعا هي معروفة لدى الجميع، منظمة حكومية إقليمية، يعني منذ عام 1945 تعمل في إطار إقليمي، عضوية 22 دولة عربية في تعاون عربي مشترك في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية. ولكن جامعة الدول العربية منذ عام 2000 بدأت اهتمام خاص بموضوع حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة والتقليد والغش التجاري، يعني لأهمية هذا الموضوع وحيويته وتأثيره على الاقتصاد والتجارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فلذلك هنالك جهود عديدة بذلت في هذا المجال في إطار جامعة الدول العربية، وهنالك تعاون دولي وانترناشنال كوبريشن مع شركاء دوليين في هذا المجال للحد يعني من ظاهرة القرصنة والتعدي. ولكن يعني التاريخ بيرجع لعام 2000 لما أنشأت إدارة للملكية الفكرية في جامعة الدول العربية للاهتمام بهذا الموضوع بالتنسيق مع الدول العربية والمكاتب الحكومية المسؤولة عن الملكية الفكرية ومع كل الستيك هولدر. فيما بعد ذلك توسع التعاون. أيوة طبعا، هو يعني أصلا إحنا لما بدأنا فكرة إنشاء إدارة لحماية الملكية الفكرية كان من أهم المحاور إنه تعزيز الوعي ونشر ثقافة الملكية الفكرية عشان تكون في متناول الجميع. فالريزن أويرنس ونشر ثقافة الملكية الفكرية دي كانت من يعني المهام الأولى لإنشاء هذه الإدارة. فلذلك يعني اهتمت جامعة الدول العربية في طيلة هذه الفترة يعني بجانب تطوير التشريعات والكاباسيتي بيلدينج، موضوع نشر الوعي والتوعية الجماهيرية ونشر ثقافة الملكية الفكرية كان هو المحور والبند الدائم. فكانت هنالك حملات توعية على يعني في الإعلام، في الصحافة، في شكل سيمينارات متخصصة لقطاعات متخصصة لتارجت جروب مخصصين، بالإضافة إلى توعية جماهيرية، يعني حملات جماهيرية سواء كان في الصحف، واستصحبنا دور الإعلام وحتى جبنا الصحفيين عملنا لهم ندوة في داخل الجامعة العربية عشان هم يمشوا ينشروا ويكون المفهوم قريب إلى فهم الإعلاميين والصحفيين. والحملات وصلت لغاية لما إحنا أنشأنا الآن أو أطلقنا أفلام كرتون جماهيرية، يعني بترجمة بسيطة وبلهجة محببة للمنطقة العربية وبأسلوب فكاهي عشان نطرح فكرة يعني كيفية احترام حقوق الملكية الفكرية، عشان برضو إحنا تبيلد مفهوم احترام حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر هذه الثقافة وتعزيز الوعي بأهميتها. طبعا يعني احنا بالمناسبه اول حاجه انا سعيده جدا بانه مشاركه الجامعه العربيه في الحدث الهام اللي يعني تنظمه الانتربول، وحريصين جدا على انه يعني تكون في شراكه مثمره وقويه مع الانتربول لانه دوره محوري، دوره مهم، واحنا بنعتبر انه اتس هاي تايم، يعني ده حس الوقت المناسب والمفروض يدخل فيه دور الانتربول. فيعني هذه الشراكة احنا بنسعى لتعزيزها، يعني احنا تقريبا يمكن دي المرة الثانية كجامعة عربية يعني تكون تتعاون مباشرة مع الانتربول. يعني يمكن اول تعاون كان في مقر الجامعة العربية لما اتى الينا احد الضباط الاستخباراتيين استاذ ايهم ياسمين والقى محاضرة من داخل الجامعة العربية. والان يعني وجودنا هنا في هذه الفعالية انا بفتكر ده تأسيس لتعاون مثمر وقوي، لأنه دور الانتربول محوري، دور مهم في الانفورسمنت، يعني لأنه عندهم نفاذ لكل المراكز الشرطية والضباط في المنطقة. فأنا بفتكر أنه يكون في أكاديمية متخصصة عشان تدرب الضباط على طريقة الانفاذ والكشف عن السلع المقلدة والتحقيق، لأنه ده احنا كنا بنعاني منه. يعني احنا ما كان لما عملنا في المنطقة العربية في مجال الملكية الفكرية ما كان في جهات متخصصة هي بتدي هؤلاء ضباط الشرطة دور في انهم الكشف عن التقليد والجرأة والتزييف. انا بفتكر انه ده بالنسبة لنا بيعتبر مكسب وتعاون دولي، لانه هو تضافر جهود. يعني زي ما انا ذكرت انه احنا عشان نحد من سلع مقلدة عابرة للحدود دي بتتطلب مسعى جماعي، تعاون مشترك، تعاون دولي. من غير تعاون دولي يعني مستحيل حنقدر نقضي على سلع بتعبر الحدود. فلذلك أنا بفتكر إنه التعاون مع الانتربول إحنا حنأطر له أكثر كجامعة عربية، يعني وحنكون حريصين بإنه يعني يكون في مجالات أخرى كثيرة ونقيم مثل هذه الدورات التدريبية، وأيضا من مقر الجامعة العربية ولكل المنطقة العربية، لأننا بنشتغل 22 دولة عربية. فإحنا حريصين يعني لإنه ننسق ونستفيد برضو من الإمكانيات المتاحة الموجودة لدى الانتربول، يعني نستفيد من هذه الإمكانيات
في تدوير تدريب الكوادر البشريه وفي وجود انفورسمنت حقيقي، يعني انفاذ حقيقي لمواضيع الملكيه الفكريه، لانه احنا الفتره الماضيه اشتغلنا كثير جدا على الليجيسليشن ريفورميشن، يعني عملنا اصلاح للقوانين، لكن الان دور الانفاذ دائما نكون نتكلم عنه دي الحلقه الاضعف، يعني فالان هي بالعكس بوجود الانتربول الحلقه الاقوى.